أنا وليد من سوريا، من ريف دمشق، من زبداني. كنت أشتغل بالموسيقى تقريبا، يعني حفلات، أعراس، أفراح، مهرجانات كذا، يعني هيك. وطلعنا من الضرب، والله مشاكل وضرب، الحال مبين على كل الناس يعني. وجيت لوحدي تقريبا من خمس شهور تقريبا جيت لهون، وساكن باسطنبول. ما بعرف شو وجبت العود معي، بس يعني ملابسي، طلعت بملابسي والعود، هذول اللي جايبون يعني، جبتهم معي لهون على اسطنبول. جيت بالباخرة، طلعت على لبنان وجيت من لبنان وجيت بالباخرة لهون على اسطنبول. منطقتي أنا معروف تقريبا، أنا كنت روح حفلات، ورحت دبي، ورحت السعودية، ورحت الأردن، ورحت لبنان أعمل عقود، وروح أغني وأعزف على العود. بس كنت أشتغل بالشام القديمة، أعزف أغاني هالقديمة، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، يعني مشي الأمور. وهلأ هون عم بعزف هيك تقريبا دائما، مع أنه في أماكن تانية، بس أنا ارتحت لهون. أفجيلار ناس طيبين، وكل الناس هون طيبين، والحمد لله ماشي الحال. صاروا بقلبي سكاكين، ضلالي ضلالي ورمش عينيك الحنوين، ضلالي ضلالي صاروا بقلبي سكاكين، ضلالي ضلالي ريهم لي حبونا بعدهم من أهل الأحباب، وبابا شنناي 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 يوم شنناي، وبابا شنناي 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 يوم شنناي. Attention.